الازمه ديال الكوفيد وجدري القرده، كاين غير في التشخيص ديالهم اللي بعض المرات يمكن تغلط، ولا سيما في المرحله الاولى اللي كيكون فيها السخانه وكذلك كيكون بحال الحاله الزكاميه. ولكن بالنسبه للخطوره كنظن لحد الان بالنسبه للمغرب باقي الكوفيد هو الاخطر، لان اليوم عندنا 1000 حاله. طبيعه الحال ملي كتكون 1000 حاله يعني بان عندنا واحد العدد كبير ديال الاشخاص اللي مصابين، لان هذا الرقم دائما كنعطيوه للاستئناس. بينما جدري القراده كاين حاله معزوله اللي موجوده واللي كاين الاعتناء بها. اذا كنظن التركيز على الكوفيد. علاش؟ لان احنا على مستقبل ولا مقبل ديال فصل الصيف، طبيعه الحال كاينه مناسبات متعدده اللي هي العيد الكبير، كذلك دخول المغاربه العالم، وكذلك الناس بغاو يديروا المناسبات ديالهم، وهذا شيء طبيعي. اذا كل شيء في يدينا، هذا اللي بغيت نعبر عليه، بان احنا كل شيء في يدينا، عندنا جوج الادوات في يدينا باش نحميو راسنا. الحاجه الاولانيه وهي هذه الاجراءات الاحترازيه، ولا سيما لو كنت مريض ولا مروح ولا شي حاجه، حافظ على راسك وحافظ على الناس، تباعد، حمل الكمامه. الشيء الثاني بالنسبه للناس المسنين، كنتمنى بان هاد الناس يكون واحد النداء لهم باش يديروا التلقيح ديالهم، ولا سيما الجرعه المعززه، لانه كتحميهم. الناس اللي كيتوفوا في المغرب هاد الايامات هذه كلهم اشخاص اللي لم يكملوا البروتوكول التلقيحي ديالهم وما مشاوش ولا ما تلقحوش تماما، ومسنين ولا عندهم امراض مزمنه. اذا لجينا للخلاصه، الجدري القرادة سؤال علمي مهم، لانه كيف تواجد في بلدان لم يكنش فيها، وهذا سيتم انه التحليل ديالو. ولكن النقطه الاساسيه الان احنا مازال عندنا المشكل الاكبر هو الكوفيد، اللي خصنا نحاولوا في المقاربه ومسؤوليه فرديه باش نقوموا فيه، باش ندوز ان شاء الله واحد الصيف مزيان لينا والعائله ديالنا. غير بغيت نركز عليه بانه الكمامه احنا ملي كنقولوا خارج برا يعني في الهواء الطلق، ما المعطيات العلميه تبين بانه المجازفه قليله، ولكن ملي كتدخل لشي مكان لا تضمن فيه ما فيهش التهويه، فيه الازدحام، وما عارفش الناس اللي مريض اللي ما مريضش، ياك واش عاد طالب كل شخص يعطيك التحليله السلبيه؟ لا. اذا كتحمي راسك، كيفاش كتحمي راسك؟ بحمل الكمامه. الشيء الثاني اللي مهم هو انه اذا كنت انت مريض، رجاء دير الكمامه ديالك، حمي المحيط ديالك اللي معك في الدار، وحمي الناس على برا. ما عندكش تمشي للقهوه وتعانق كل شخص شخص وتصفح كل شخص شخص. انسان في هاد الثلاث ايام الاربع ايام اللي كيكون مريض وكتكون فيه العدوى، انه يحاول يحمي راسه ويحمي الاشخاص اللي دايرين به. نقولوا غير بالنسبه للتراخي هو شيء طبيعي، لانه احنا راه عامين عندنا ديال الكوفيد، كاين ضغط نفسي كبير وكنتفهم. غير هو دابا ولا عندنا المعطيات كامله، كيف يمكن ان نخرج من الازمه ومواجهتها؟ بغيت هذيك الادوات اللي عندنا نستعملوها. يمكن لك تراخى مثلا، كتجري في الغابه، ما درتش كمامه في الشارع، ماشي مشكل. ولكن دخلتي القاعه ما مهوياش، فيها الناس كيكحموا، وما درتيش كمامه ديالك، راه كتقلب على التهلكه. حنا ما بغينا حتى واحد يكون تهلكه، بغينا عندنا واحد الذكريات سيئه مع الصيف، سما جوج الصيف اللي دازوا، بغينا هذا العام يكون واحد الذكرى طيبه بهذا الالتزام البسيط بهذه الاجراءات الاحترازيه. اللي بغينا نقولوا هو انه لسنا في مارس 2020، طبيعه الحال حنا في يونيو 2022، عندنا معطيات كامله، كنعرفوا الفيروس، كنعرفوا المرض، كنعرفوا كيفاش كينتشر الوباء. اللي بغينا هو انه الجميع يساهم معنا، كل شيء يساهم في حمايه هذا الوضعية الطبيعية اللي رجعنا ليها. حتى واحد ما يبغي يخرج منها. على الخطر كامل هو انه بداو نجي شي نهار تسالني انت وتقول لي واش يمكن نديروا الحجر ولا لا، ما بغيتش نوصل لهذاك السؤال. اللي بغينا هو انه بقى كل شيء في يدينا، نحاولوا بانه نقصوا من انتشار الفيروس باش نعيشوا ان شاء الله هذا الصيف ممتع للجميع. لا، 1000 اصابة غير باش نكونوا واضحين هو مقلق. علاش؟ لان فيه الايجابية. الايجابيه الان طلعت بزاف ديال التحاليل، يعني كناخذوا 100 تحليل كنجبروا بزاف ديال الناس اللي فيهم ايجابيين. ربما الا رفعنا العدد ديال التحاليل ربما نوصلوا لاعداد كبيره. علاش هو مقلق في حد ذاته؟ الحمد لله لحد الان ما كايناش العدد الوفيات باقي مستقر، وكذلك الناس في الانعاش. ولكن رجاء رجاء رجعوا لهاد جوج الاشياء، لا نطلبوا اكثر. الناس اللي كبارين وعندهم امراض معزمنه يتلقحوا، والناس اللي مراضين ولا ما ضامنينش فين كاينين يديروا الكمامه ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.